نفى الفنان محمد هنيدي الأخبار اللي تم تداولها عن مروره بأزمة صحية أدت لدخوله إحدى مستشفيات القاهرة. هنيدي استغرب من الأخبار دي جدا وأكد أن الموضوع كله نزلة برد عادية، ووجه رسالة لمروجي الإشاعات دي بجملة واحدة بس: اتقوا الله في اللي بتقولوه. الفنانة السورية ريم نصري شقيقة النجمة أصالة صرحت أنها مرتاحة بالبعد عن شقيقتها وعدم التواصل معها. ريم قالت أنها كانت بتحس بالغربة لما كان بيجمعها لقاء بأصالة، وأن العلاقة بينهم بقت أبعد ما يكون عن علاقة الأخوة، ولا يمكن أن تتم بينهم أي مصالحة في الفترة اللي جاية. أصالة كعادتها بترد على تصريحات ريم، لكن المرة دي مردش لأنها مشغولة جدا بألبومها الجديد. الفنانة العراقية شذا حسون كشفت عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت أنه لازم يكون صاحب بشرة بيضة وشعر فاتح مع دق. شذا كمان أكدت أنها بتختار بنفسها الموديل اللي بيظهر معاها في كليباتها علشان تحس براحة خلال تصوير الكليب، ويخرج الكليب بالشكل الأمثل. تعليقات كتير انتقدت شذا وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي: عريس أبيض وملون ليكي ليه؟ دي هيفة مش هتطلب المواصفات دي يا شذا. أثارت التصريحات الأخيرة للملحن حلمي بكرة غضب عدد كبير من فرق المهرجانات الشعبية بعد ما وصفهم حلمي بالزبالة، لما ظهر مطرب المهرجانات الشعبية سادات في برنامج Arabs Got Talent وقدم أغنية في حفل ختام البرنامج. سادات ردا على تصريحات بكرة قال: أنا مش فاضي أناقش شخص عدو النجاح ولا رأيه هيقدم ولا هيأخر، وأكد سادات أنه هيكمل في المزيكا لأنها الشيء اللي بيحبه مهما كانت الانتقادات اللي بتتوجه له. قررت محكمة جونح الدقي تأجيل ثاني جلسات الدعوة المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد الراقصة سما المصري، واللي بيتهمها فيها بالسب والقصف. والموضوع بيرجع لما رئيس نادي الزمالك اتقدم ببلاغ ضد الراقصة سامية عطية حداقة الشهيرة بسما المصري، اتهمها فيها بسب وقصفه على شاشة قناة فلول من خلال إذاعة كليب من تأليفها وغنائها، اتهمته فيه بالجنون وشرب الخمور.